عاجل في مفاجأة، الرئيس السيسي يكشف عن الحل الوحيد لمواجهة الفساد في مصر، ومفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج. ننشر لحضركم التفاصيل، وعاجل النيابة تنشر أدلة حول تورط شخصية مشهورة بقضية تحرش، وعاجل تفاصيل إغلاق مركز سالس على طريقة مركز سمكري البني أدمين في الإسكندرية. ننشر التفاصيل وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين، وننشر أيضا التفاصيل وعاجل تحرك مفاجئ من محمد رمضان في قضية الطيار المفصول. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل في مفاجأة، الرئيس السيسي بيكشف عن الحل الوحيد لمواجهة الفساد في مصر. رئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مواجهة الفساد في مصر بتتطلب معاملة الماكينات مع البشر، وذلك لكي لا يتدخل البشر في هذه المعاملات. الرئيس السيسي أوضح خلال افتتاح أحد المشروعات، خلوا بالكم دولة زي مصر فيها 100 مليون، حجم العمل في مصر لو مميكن ميكنة كاملة، كتير من الحاجات اللي بتعانوا منها وبتشوفوها مش هتبقى موجودة. لو في فساد عاوزين تواجهوه بجد، مش هيتواجه غير بكده، إن البشر ما يتعاملش غير مع مكن، سواء كان المواطن أو الموظف، ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع. النظام ده موجود في العالم، ما ندخلوش عندنا ليه؟ الرئيس السيسي قال خلال تفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، المستورد خاطب الشركة والشركة خاطبت الجمارك، ولو تمت الموافقة نحدد الأسعار بتاعها، ونسب كبيرة جدا منها حتى لن يتم الكشف عنها مع منظومة الإكس راي، ويبقى في انتقاء عشوائي للبعض. رحت من 5 سنين سنغافورة، لقيت الطقم اللي مشغل الميناء 8 أفراد بس. بنعمل الإجراءات دي علشان نعمل حاجة فيها انضباط وشفافية كبيرة جدا. الخطوة اللي هناخدها قدام لا فيها وقوف ولا رجوع. المصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل النيابة تنشر أدلة حول تورط شخصية مشهورة بقضية تحرش. كشفت عدد من الأدلة خلال تحقيقات النيابة العامة المصرية عن تورط يوتيوبر مشهور في قضية تحرش راحت ضحياتها، فتاة بحجة بطولة فيلم بقصد الشهرة. وقال ضابط بوحدة مكافحة جريمة تقنية المعلومات المجني عليها، تلقت محادثة على تطبيق واتساب من اليوتيوبر يحرضها على الفسق بعد إعلانه عن حاجته لفتاة تلعب دور بطولة في فيلم قصير. وقال الضابط أن اليوتيوبر راودها عن نفسها وتحرش بها لفظيا، وعرض عليها لقاء محرما في فيلا بمدينة 6 أكتوبر، فضلا عن طلبه صورا خاصة منها. النيابة العامة استمعت للمجني عليها، والتي أكدت أن المتهم تحرش بها لفظيا وحرضها على الفسق وممارسة علاقة آثمة، نظيرا تكون مشهورة من خلال مشاركتها في بطولة فيلم قصير. كما أكدت المجني عليها أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية له، وعلى استعداد أن يتقدموا بأقوالهن في الوقائع التي تعرضنا لها. مصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا يعني مش قادر أقول اسم اليوتيوبر ده، قد يكون يعني حد من حضراتكم عارف اسم هذا اليوتيوبر، ولكن يعني أدام في تحقيقات ما أقدرش أقول اسم هذا الشخص. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وننتقل مع بعض لخبر آخر، وعاجل تفاصيل إغلاق مركز ثالث على طريقة مركز سنكري البني أدمين في الإسكندرية. كشفت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي إغلاق مركز وهمي جديد لمنتحلة صفة أخصائية العلاج الطبيعي بالإسكندرية. يأتي ذلك بعد إغلاق مركزين على شاكلة مركز سنكري البني أدمين، أحدهما في الإسكندرية والثاني في مدينة نصر. وفي بيان لها أشارت النقابة إلى أنه في إطار الجهود المكثفة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي من جمع المعلومات ورصد العناصر منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي
وفتح مراكز غير مرخصة والتعدي على حرمة المرضى، وبمجهودات النقابة الفرعية بالإسكندرية ومع أجهزة الدولة من إدارة العلاج الحر بالإسكندرية ومباحث الأموال العامة وإدارة التفتيش الصيدلي، وبمشاركة إدارة مكافحة المخدرات وجهاز حماية المستهلك، استطاعت الجهات المعنية من رصد وغلق والقبض على المدعوة ميم فاء حمدان أخصائية العناية بالبشرة بتهمة امتهان مهنة مخالفة عن البطاقة الشخصية وانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي، ذلك للتيسير في فتح مراكز علاج طبيعي غير مرخصة وغير مؤهلة. وأضاف البيان من هذا المنطلق النقابة العامة حذرت جميع المواطنين من التعامل مع المدعوة ميم فاء حمدان حفاظا على صحتهم. كما أعلن نقيب أخصائي العلاج الطبيعي سامي سعد أن النقابة تقدم بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات، خاصة وأن العقوبة الحالية التي تتراوح بين 2 سنين حبس أو 500 جنيه غرامة تشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى. المصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي لكل المصريين. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين يقومون الآن بإنشاء المشاريع بنفسهم وبأموال المصريين. وخلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إحنا بنقيم دايما المسار اللي إحنا ماشيين فيه واللي ممكن نمشي فيه، وكان الكلام قبل كده شوفوا حد يجي ويشتغل، ولكن إحنا دلوقتي بنعمل حاجتنا وبفلوسنا وبتكلف 10 أو 20 بنعمل. احنا طبعا عاوزين المشغلين معانا والمستثمرين، ولكن عشان نسهل علينا وعليهم بنعمل. كما اعرب الرئيس السيسي عن شكره للحكومة على جهدها والعمل الجاد، علق على سرعة الانتهاء من الاعمال: انا مستعجل اكتر من كده معاكو علشان نقدر نحقق اللي انتو عاوزينه، وهقف عند تطوير ميناء الاسكندرية والسخنة، وهقول لينا في مصر للحكومة على مدى سنين طويلة فاتت كنا لما بنيجي نتكلم عن مشروعات زي كده كنا بنطلب مستثمرين زي ميناء دمياط وغيره، وكنا بنقول لهم يدخلوا يشتغلوا، وده مسار الدولة مشيت فيه قبل كده. رئيس السيسي أضاف: الميناء بتاع السخنة لو استمرنا على إننا ندور على مطورين كنا ممكن نخلصه في 20-30، ولو حد يقدر يشتغل ويخلصه في سنة يتفضل، والدولة المصرية الآن لها مسار مختلف عما كان، والهدف هو امتلاك قدرة حقيقية ومقومات اقتصادية حقيقية وتستفيد من موقعها. وقلنا نعمل مجموعة موانئ على البحر الأحمر ومجموعة موانئ على البحر المتوسط ثم شبكة طرق، وأكمل في طريق بيتعمل غرب الميناء وهو محور التعمير علشان نعمل كل حاجة وتمهد للمستثمر، وكل اللي بنقول عليه بننفذه زيادة. وميناء زي ميناء السخنة هيكلف حوالي 30 مليار جنيه، واللي شغالة فيه شركات مصرية كلها، والتكريك المصريين اللي بيعملوه بتخرج الفلوس من جيب المصريين تدخل في جيبهم في حتة تانية، ثم تديني كيان على البحر الأحمر بالمستوى ده اللي في تقديري ممكن نكون اتأخرنا على ما نوصل له. المصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة من الرئيس السيسي للمقبلين على الزواج. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة بتدرس إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث. أضاف: عايزين نخلي الناس ما تتخانقش على المهر والعفش وكون الشقة إيجار بفرشها. وأشار الرئيس السيسي خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية أبواب الخير إلى أن يكون هناك أكثر من نموذج للأساس لاختلاف الأذواق. أضاف مخاطبا رئيس جمعية الأرمان: عايزين نعمل 100,000 شقة كده، أنتم معانا ولا إيه؟ الرئيس السيسي أضاف: عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار، هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط. وتفقد الرئيس السيسي صباح الأحد الماضي أكبر قافلة إنسانية لرعاية 1,000,000 أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.
لما نقول إن الرئيس السيسي يعني بيفكر في إنه يعمل 100,000 وحدة سكنية جاهزة بالفرش بتاعها تختلف ما بين 3 أذواق، عشان طبعا كل شخص ليه أذواق مختلفة، وتبقى الشقة دي للإيجار، وإيجار يكون كويس ومناسب لشخص لسه بيبدأ حياته في إنه عاوز يتجوز ويكون أسرة، فده شيء هيكون مناسب وجميل جدا، هيكون بديل. أعتقد يعني هذه وجهة نظري، قد تكون خطأ، هتكون بديل للإيجار القديم، ده طبعا غير الوحدات السكنية اللي بيمتلكها المواطن بالإقساط. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تحرك مفاجئ من محمد رمضان في قضية الطيار المفصول. طعن الفنان المصري محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر على خلفية أن تسبب في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019، وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائيا لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه. وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفضت الدعوى الفرعية. ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل الصورة في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة لها اسمها مش بتفتش في المطار، مستغلا صورة طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له. المصدر معنا كان من صحيفة في الفن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معنا، ووزير الخارجية المصري يشيد بدعم برواندي لمصر في القضايا المتعلقة بالأمن القومي. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بمواقف برواندي داعمة لمصر والمتفهمة للقضايا الجوهرية التي تمس الأمن القومي المصري، حيث عزز دفع العلاقات بزيارة الرئيس البرواندي للقاهرة في مارس الماضي، وأكد وجود رغبة مصرية في تعزيز التعاون المشترك مع برواندي. أشار شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البرواندي إلى وجود اتجاه مصري لدعم برواندي في التشييد والبناء والرعاية الصحية، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال وزير خارجية برواندي ألبرت شينجيرو أنه تم التباحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، لأن البلدين تربطهم علاقات قوية ووثيقة وتتمتع بقوة، وتم تعزيز هذه العلاقات خلال زيارة الرئيس البرواندي في مارس الماضي. أكد وزير خارجية برواندي أن ملف سد النهضة حساس جدا، وأنه يحق لأي دولة أن تحقق التنمية، لكن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت. وضح أن الحق في المياه يأتي قبل الحق في التنمية، ولذا مسألة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار بين الدول والاتفاق على اتفاقيات تكون ملزمة قانونا، مضيفا أن خيار الحرب ليس خيارا حكيما، وهذا الخيار العسكري لن يقدم شيء، ونحن نؤيد مبادرة رئيس الكونغو لحل الأزمة. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، متقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام وأبنوب مسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.